إمام المسجد عندنا في الحارة الإمام الراتب يرتكب بعض الأخطاء أثناء الصلاة، وهي أخطاء لاحقة به لا يتخلص منها، ومنها أنه لا يقرأ القرآن جيدا، بمعنى أنه لا يعطي كل حرف حقه ولا يقف في الوقف بل يقف في المنع، ويزداد هذا أكثر في رمضان أثناء صلاة التراويح. ومن الأخطاء كذلك أنه يعبث بأصابع يده ويحرك قدميه ولا يتركهما ثابتتين على الأرض. وسؤالنا: هل نحن على حق عندما هجرنا المسجد ولم نعد نصلي وراء هذا الإمام، أم أن صلاتنا وراءه صحيحة رغم هذه الأخطاء؟ ولا ننسى أن نذكر بأنه يكتب التمائم للناس بآيات قرآنية. مما لا شك فيه أنه ينبغي أن يكون الإمام على صفة لائقة من العلم ومن التقوى ومن إتقان الصلاة، وأن يكون قدوة حسنة يقتدى به في الخير، لأن الإمام ضامن كما في الحديث، فهو يتولى مسؤولية عظيمة ويتولى أداء فريضة عظيمة ويقوم بعمل جليل، فينبغي أن يكون على مستوى جيد من العلم والعمل، كما أن عليه أيضا أن يهتم بأداء الصلاة على وجهها ويحذر من العبث في أثناء الصلاة كما ذكر أنه يكثر الحركة ويكثر العبث بيديه، هذا أمر لا يليق بالمصلي عموما إماما أو مأموما. المصلي مطلوب منه الخشوع في الصلاة والطمأنينة، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والسكون في الصلاة وعدم الحركة دليل على خشوع القلب، والحركة والعبث دليل على عدم الخشوع في الصلاة. أما من حيث ما ذكر السائلون من أنه لا يجيد القراءة، كذلك ينبغي أن الإمام يختار على مستوى جيد في القراءة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. ولكن إذا كان ما ذكروا إنما هو أمر يسير وأنه لا يجيد التجويد في القراءة، فهذا لا يؤثر على صحة الصلاة، صلاته صحيحة وإمامته صحيح، وما دام أنه نصب من قبل المسؤولين إماما للمسجد فإنه لا ينعزل بذلك، إنما تبطل صلاته لو لحن لحنا يحيل المعنى في قراءة الفاتحة. لو لحن لحنا يحيل المعنى في قراءة الفاتحة أو ترك منها تشديدة أو حرفا، فإنه بذلك لا تصح إمامته إلا بمن هو مثله. أما بالنسبة للتكميلات في القراءة وتجويد القراءة على المستوى الرفيع، فهذا إن حصل فهو شيء طيب، وإن لم يحصل فإن الصلاة تصح بدونه. وأما اعتزالكم المسجد فلا أرى له مبررا، إلا إذا كان هذا الإمام يلحن لحنا يحيل المعنى، أو كان هذا الإمام فاسقا يرتكب شيئا من الكبائر. أما ما دام المسألة التي تلاحظ عليها أنه لا يجيد القراءة الإجادة الراقية، فهذا لا يقتضي أن تعتزلوا المسجد. وأما ما ذكرتم من كتابته التمائم، التمائم فيها تفصيل، إن كانت هذه التمائم فيها ألفاظ شركية ودعاء لغير الله عز وجل وأسماء مجهولة، فهذه لا تجوز كتابتها ولا استعمالها بحال بإجماع أهل العلم، لأنها شرك. أما إذا كانت هذه التمائم مكتوبة من القرآن ومن الأدعية المباحة أو الأدعية الواردة، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازها ومنهم من منعها، والمنع أحوط، لأن في فتح الباب كتابتها وتعليقها وسيلة إلى التمائم المحرمة، ولأن في كتابة القرآن على صفة تمائم وحروز في ذلك تعريض لإهانته ودخول المواضع التي لا يجوز دخوله فيها. فالحاصل أن كتابة التمائم إن كانت بألفاظ شركية وبأسماء مجهولة وبدعاء لغير الله واستنجاد بالشياطين والمخلوقين والجن، هذه ألفاظ شركية، وكاتبها والذي يستعملها وهو يعلم ما فيها يكون مشركا. أما مدى إن كانت من القرآن فالأحوط تجنبها وتركها وعدم استعمالها. جزاكم الله خيرا.